حياكم الله مشاهدينا. خلال الجائحة طبعا انتشرت العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة من مصادر طبعا غير رسمية، هدفها تخويف الناس ونشر الذعر بينهم، هذا الهدف. صحيح فواز، للأسف أن في ناس تنشر معلومات غير صحيحة وتأثر بشكل كبير على عدد من أفراد المجتمع، ومنها الإشاعات اللي انتشرت هي وجود تحور بحريني لفيروس كورونا. بدأت الناس في وسائل التواصل تقول وتتكلم عن المتحور البحريني، وإحنا بدورنا في برنامج بكم نعود مسؤولياتنا تحتم علينا نحط النقاط على الحروف ونوضح كل ما يتم تداوله في المجتمع. ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ وأستاذ علم الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور خالد مبارك بن دينا. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. مرحبا والسلام عليكم، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، العديد من مواقع التواصل الاجتماعي اليوم يعني تتداول مصطلح المتحور البحريني، خلينا نبين يعني للسادة المشاهدين صحة هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أختي شكرا على السؤال. لا يوجد متحور بحريني بمعنى الكلمة، وكل ما في الأمر هو أن الدراسة التي عملناها تطرقت إلى أنواع الطفرات الموجودة، فلازم الإنسان يفرق ما بين المتحور والطفرة، وهذا الغلط اللي صار في التحليل. فدراسة طرقت إلى الطفرات الموجودة في فيروس الكورونا المعزوم للبحرين، وهي طفرات عالمية موجودة في كل الدول، وهي الآن سبب هذه الجائحة. والدراسة الأكاديمية بحتة عملناها باستخدام علم البيو انفورماتيكس وعلم تخصص في تحليل التسلسل الجيني لأي كائن حي مثل الفيروسات وأي كائن حي. فإجابة على سؤالك والمشاهدين والعامة، لا يوجد هناك متحور بحريني، إنما طفرات، وهذه الطفرات معروفة في فيروس الكورونا، نشأت من عدة دول وانتشرت في العالم أجمع. صحيح دكتور. أيضا في سؤال دائما ينطرح في وسائل الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي، هل تحور فيروس كورونا مرتبط ببيئة معينة في دولة معينة مثلا، عشان ممكن أن نطلق عليه هذا المتحور هندي وهذا بريطاني وهذا أفريقي، هل أطلق مصطلح متحور على دولة صحيح علميا؟ التحورات لا ترتبط ببيئة معينة في البداية، والتحورات تتواجد في مكان انتشار الفيروس، وأهمية أي تحور تنبع من أثره على شراسة الفيروس ومدى انتشاره وغدته من التهرب من المناعة. فالفيروس بحد ذاته يعني لا يمكن أن يقال عنه أنه، وفي الواقع بغيت أضيف بالنسبة للتسمية، في الواقع منظمة الصحة العالمية لا تسمح باستخدام أسماء الدول الآن المتحورات التي نشأت في هذه الدول. فمؤخرا مثلا منظمة الصحة العالمية غيرت أسماء الدول إلى أرقام يونانية، فبدل ما نقول مثلا البريطاني أو الهندي أو الأفريقي نقول ألفا بيتا جاما. فهذه هو التحورات، لأنها تركت بعض تسميات التحورات بالدول بعض المشاكل والذلك، لذلك رفع الوصمة بهذه الدول بمتحور معين حولت الأسامي إلى أرقام يونانية. أستاذ علم الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور خالد مبارك بن دينا، شكرا جزيلا لك.